الطاقه، ملف الكهرباء، اللي من اجينا خضنا ملف الطاقه، ملف الكهرباء، صدمنا حقيقه. يعني انا يعني بصفتي نائب لهذه الدوره ومارست دور الاشراف الرقابي، صدمه بالنسبه لي من شفت كميات وملفات الفساد اللي موجوده في دوائر كهرباء دياله. يعني صدمه حقيقيه، وتم كشف هذا الامر امام الجمهور مكاشفه حقيقيه بواسطه بث، وبينت الجمهور المواطن في محافظه دياله على حقائق ملفات الكهرباء اللي موجوده، وشنو المشاكل اللي بيها، وشنو ملفات الفساد بالتفصيل. وهذه الملفات تم احالتها الى النزاهه ويجري التحقيق بها اليوم. للاسف انه تفاجئنا بازمه كارثيه، واللي هي ازمه المياه. طبعا اليوم بحيره حمرين، هذه البحيره اللي الخزين الاستراتيجي المفروض 4 سنوات إلى 5 سنوات، يعني في ظل عدم وجود امطار تكفي لاربع خمس سنوات. قبل سنه، قبل عامين، الدياله مهدده بالفيضان، ومخزون البحيره كان 100%، وفتحوا كل القنوات لتصريف المياه الزائده، وكل في انذار انه راح يكون فيضان في دياله. صحيح. في سنه واحده اللي هي العام الماضي تفاجئنا بانه كل مياه البحيره تم تصريفها، وفي هذا العام الجفاف مطبق ولا وجود لبحيره حمرين. طلبنا باكثر من مره باجراء تحقيق، تحقيق باسباب هدر هذه المياه ومن المسؤول عن هدرها. مياه بحيره حمرين، يعني من المقصر، ولماذا هدرت هذه المياه بسنه واحده اللي المفروض تكفي 4 إلى 5 سنوات؟ وبعد ما ليها سماء اجرى هذا التحقيق. وهذا يعني انعكاساته اذا نجي ندخل بها، انه مناطق كامله مهدده بالتهجير، اللي هي بدايه من حوض جلولا ومناطق المقداديه وبلدروز وقزانية ومندلي، اليوم معدمه ما بها مياه. وبالاضافه الى هذا يعني البساتين ماتت بالكامل، اللي هي يعني هذه السله الغذائيه اللي بغداد فقدت هويتها. سياده النائب، يعني اليوم بازمه المياه فقدت هويتها بسبب ازمه المياه. البساتين انقضى عليها بالكامل، الشبه معدومه، بدت تتلاشى من الوجود. وبالإضافة إلى هذا، سنتين محافظة خالية من المنتج الموسمي. ديالة أيضا مساحات كبيرة زراعية، وتصدر كميات كبيرة من الحنطة والشعير والمحاصيل الأخرى، كلها اليوم ما موجودة هذه في محافظة ديالة، مما أدت إلى كثير من البطالة في محافظة ديالة.